يزخر تاريخ المغرب منذ عهد الدولة الوطاسية حتى الآن بعدد كبير من اليهود الذين تقلدوا مناصب سياسية رفيعة في أعلى هرم السلطة المغربية، ليس فقط في الحكومة المغربية بل أيضا داخل القصر الملكي. وإذا كان أندري أزولاي مستشار العاهل المغربي محمد السادس واحدا من أشهر اليهود الذين يعملون من داخل أروقة القصر الملكي في الوقت الحالي، إلا أن هناك من اليهود المغاربة من بصم على حضور كبير في السياسة والمسؤوليات في المغرب والقرب من الحكام بعد الاستقلال، بل ودشن هذا الحضور. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب على أول وزير اسمه ليون بن زكين تقلد مناصب وزارية بعد الاستقلال. ابقوا معنا وشاركوا في القناة ودعموا هذا المحتوى التاريخي والثقافي. ليون بن زكين كان أول يهودي يتقلد منصبا رافعا في مغرب ما بعد الاستقلال، حيث كان الطبيب الخاص للملك الراحل محمد الخامس، وشغل منصب وزير البريد والتلغراف والتليفون، ثم بعد ذلك وزيرا للصحة في حكومة مبارك البكاي، أول حكومة بعد استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية. هذا الحضور وجد صداه في الدراسات الأكاديمية بالمغرب، تخصص محمد خاتمي أستاذ تاريخ بكلية الآداب سايس بفاس والمتخصص في تاريخ اليهود بالمغرب جزءا من أطروحته للدكتوراه لتسليط الضوء على قصة بن زكين وحكايته، حيث يقول إن الحديث عن النية في تعيين وزير يهودي بدأت خلال محادثات إكس ليبان ضمن التصورات العامة التي طرحها الوطنيون في موضوع شكل موضوع النظام المغربي بعد الحصول على الاستقلال. وهناك العديد من المؤشرات تدل على أن الأصل في الفكرة يعود إلى رغبة السلطان نفسه في أن تحظى جميع مكونات الشعب المغربي بنصيب من ثمار الاستقلال، مضيفا هي رغبة عبر عنها خلال لقاءاته المتعددة مع الوطنيين وأصدقائه الفرنسيين، وهو ما يزال في المنفى، وقد حصل ما يشبه الاتفاق بين جميع الوطنيين المغاربة في الموضوع على اعتبار أن المغرب المستقل مدعو إلى تقديم براهين وإشارات والقيام بمبادرات تدل على عزم الرجال الجدد على تحقيق قطيعة مع القيم المخزنية القديمة والممارسات الاستعمارية. وقال المؤرخ محمد حاتمي إن فكرة تعيين بن زكين وزيرا في الحكومة ظهرت عام 1954 من قبل عدد من الوطنيين مثل عبد القادر بن جلون وعبد الرحيم بوعبيد، حيث التقوا بالسلطان محمد بن يوسف محمد الخامس في المنفى واقترحوا عليه الفكرة ووافق عليها، مشيرا إلى أن تونس هي الأخرى عينت وزيرا يهوديا في أول حكومة للحبيب بورقيبة. وذكر حاتمي أن السلطان المغربي أشار في أول خطاب له بعد العودة من المنفى بتاريخ 18 نوفمبر عام 1955 إلى أنه سيقوم بتعيين حكومة وطنية، وبدأت المفاوضات حول تشكيلها وطرحت عدد من الأسماء، وانتهى الأمر باختيار الطبيب ليون بن زكين الذي رفض في البداية تقلد منصب حكومي. وعن تاريخ مشاركة اليهود في السلطة بالمغرب قال الحاتمي إن إحدى مميزات الدولة الإسلامية أن اليهود كانوا دائما يلعبون أدوارا في الأمور التقنية سواء المالية أو العلاقات الخارجية والمفاوضات، وكانوا حاضرين بقوة وراء الستار، وكان السلاطين يعتمدون عليهم بشكل كبير. لكن مغرب الاستقلال كان يسعى إلى إثبات أنه قطع مع مسألة أهل الذمة والأحكام الإسلامية المستوطنة من الشريعة، وأنه يجب ترسيم فكرة أن اليهود مواطنون مغاربة ويجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والواجبات، ولهذا كان لهم نصيب في حكومة ما بعد الاستقلال. وبشغله لمنصبين في حكومة البكاي بن مبارك
ما بين عامي 1956 إلى 1958 أضحى ليون بن زكين أول يهودي يتقلد منصبا سياسيا رفيعا في المغرب بعد الاستقلال. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن بن زكين ظل حتى بعد خروجه من الحكومة مستشارا مقربا للملك محمد الخامس ولابنه الحسن الثاني، كما كان نشيطا في شؤون المجتمع لإيمانه بأن على اليهود أن يلعبوا أدوارا مهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وفي عام 1977 رحل ليون بن زكين عن عمر ناهز 76 سنة، حيث دفن في مدينة الدار البيضاء. وكان لافتا حينها حضور 7 وزراء في الحكومة المغربية ومستشار الملك حينها أحمد بن سودة جنازة طبيب الملك السابق اليهودي، في إشارة على استمرار قربه من القصر الملكي حتى بعد ابتعاده عن الحياة السياسية وصخبها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.